لجان العمل في ميدان المرموم أعلنوا عن انطلاقة الشوط العاشر في مجموعة أشواطنا في هذا المساء، وخصص هذا الشوط لفئة الأبكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ مع 8 كيلومترات التي نرحل معها لنتابع كل جديد وجديد يطرأ على هذه التحديات. الضبي على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. إذا انتقلنا إلى المركز الثاني، المركز الثاني الرباع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي. أما المركز الثالث وبرة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع رابعا تأتينا الضبي لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير على التضمير. أما المركز الخامس الزعفرانة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. نقلة تالية على المركز السادس وغزلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع غزلان في هذا التحدي إلى المركز السادس. والمركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن مبارك بن غويت على التضمير. أما ثامنا تأتينا سمحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن سهيل العمري. نعم، ولكن هناك تحركت وبرة تتحرك تلقائي لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. ما تبقى إلا القليل، ما عندنا 400 متر الأخيرة. عادت وبرة. يا سلام يا ملا، حافظ على وبرة، ضيقة الخاطر تسليها، غيرت من سبعة الزقرة وازمت في الخالي يديها. يا سلام عليك يا وبرة، انهيتي الشوط بعرض رائع، برقص مستمر. سلام يا دبي، سلام يا زعبيل، سلام لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وهجن العاصفة وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثاني لفت لسمو الشيخ حمدان بن محمد. المركز الثالث لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. والمركز الخامس اسمه الشيخ راشد بن حمدان راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، بعد أن فرضت وبرة هيبتة بشعار هجن العاصفة بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة و51 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة للمضمر حمد بن راشد بن غدير. أما اللي وصلتنا على المركز ثاني لفت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 54 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث نجدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راهد المكتوم بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 55 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين.